طبعا، لان احنا كمان زي ما بنحتفي ما زلنا بالدراما وبنحتفي بالوجوه اللي قدرت ان هي تكمل المشوار باعمال حلوه، ودي فرصه الدراما انها قدرت تقدم لوجوه كتيره جدا عملت حاجات حلوه انها تاكد موهبتها طول الوقت، وده اللي حصل في رمضان 2024. نجم احمد كشك زي ما شفته في عدد من الاعمال السنه دي، لكن هو ايضا كان موجود وبقوه، وليه الحقيقه وجود دايما يعني باين وظاهر في مسلسلات كتير، وعود سخيه، الاصلي، بابا المجال، وحاجات كتير، لكن يمكن السنه دي تحديدا تحس كده ايه ان الكريمه كانت مظبوطه على التورته اللي هو بيقدمها بتاعته. خليني ارحب في التاسعه بالنجم احمد كشك. مساء الخير يا احمد. مساء الفل. بس ايه الهدوء والروقان ده؟ انت داخل عليا انا ما عرفتكش. انا قلت بقى ايه يعني يا شرير وجامد قوي في جودر يا بلطجه بقى جامده في العتاوله يعني، لكن هنا بقى احمد كشك نفسه الطبيعي. الطبيعي يعني. السنه دي حاسه انها اكدت المواهب بتاعتك رغم ان انت موجود في اعمال كتير ونجحت فيها الحقيقه. مظبوط. انا طبعا بشكرك جدا، وانا اول لقاء ليا بعد رمضان معاكي، وده شيء مفرحني جدا جدا، لان انا بحبك جدا والله، وفي التلفزيون المصري وفي طبعا منورنا. هو الحمد لله هو النجاح بتاع ربنا سبحانه وتعالى. انت بتقعد تشتغل يعني، كنت زمان اسمع كده كانوا يقولوا لنا في اكاديميه الفنون، انا خريج اكاديميه الفنون المعهد العالي للفنون المسرحيه. أيوه. فكانوا يقولوا لنا انت اشتغل وهي هتيجي. فحاسس ان ابذل انت المجهود، انت اشتغل ومالكش دعوه. فكره الناس تحبك امتى وما تحبكش امتى، ربنا يشاور عليك امتى، دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. فانا حاسس ان السنه دي طبعا كان في نجاحات قبل كده حصلت طبعا، وكنت بحس بيها، بس السنه دي كان موضوع مختلف تماما، ان كان في جودر بالشكل الفني اللي كان حاصل، او ان كان بقى مسلسل الشارع، مسلسل العتاوله. فحاسس ان هي بتبقى حاجه بتاعت ربنا ان هو شاور عليك دلوقتي. هي امك كانت دعيالك جدا، ربنا يعني يخليها لي يا رب. يقول كده الواحد ايه لما ادخل عملين اقوياء كده بالظبط. طيب انا عايزه ارجع معاك للخيال بتاع جودر والانتاج الضخم ده، لما تم اختيارك يعني عرفت ان المخرج اختارك جت ازاي؟ لانه كمان جودر الاختيار ليه الحقيقه ميزان مختلف. مظبوط. عمل فيه انتاج ضخم، فيه خيال، الف ليله وليله، فبرضه محتاج نوعيات معينه من النجوم. اللي حصل ان الاستاذ اسلام خير اتصل بيا المخرج وقال لي انا عايزك معايا في شغل. فاحنا بنعمل شغلانه مختلفه والموضوع هيبقى مختلف عليك. كنت انا السنتين اللي قبليها برضه شغال في حته الشعبي شويه. فقال لي احنا بنعمل حاجه مختلفه وهتبقى مختلفه عليك انت كمان. وهو فكره ان الصناع يبقى مؤمنين بموهبتك دي اهم حاجه طبعا، هم اللي بيعرفوا يقدموك للناس طبعا. فقال لي هتروح الشركه، خد الورق الاول اقرا بعد كده نشوف. طبعا لما قريت الورق كله ما كانش قال لي دور ايه على فكره. قال لي اقرا الاول. فانت قريت بشكل قريت المسلسل بالعرض زي ما بيقولوا، قريت المسلسل كله بقيت تقول يا ترى انا هعمل ايه؟ اكيد طبعا كان نفسي اعمل حاجات تانيه يعني. طب قول لي اول ما قريت لقيت نفسك في حاجه يعني، قول الصراحه بقى، خلاص خلص العمل. لا هو العمل لسه ما خلصش، في جزء تاني. لسه في جزء تاني. بس بصي انا هقول لك الصراحه. انا يعني بحس انه انا قادر يعني بعرف بحب اعمل كل حاجه، بعرف اعمل كل حاجه. فانا اتعلمت واحنا بنقرا بصوت عالي، انا شخصيا لما بنقرا. أيوة. فقريت بصوت عالي بالظبط. لو كنت في الحلقه الرابعه مثلا كنت بتقف عند مين بقى وتادي حاسس ان ده دورك؟ انا دلوقتي هقول كلام عند شومان. قد شومان. عند شومان. ايوه. لما كلمني استاذ اسلام كنت تبقى يعني شومان، شخصيه شومان انا عملتها اصلا. نفسها. لما جه هو كلمني ما كلمنيش في شخصيه شومان. في شخصيه ثانيه. تمام. فانا تمام. فات حوالي اسبوعين ثلاثه فرجع قال لي انا شايفك في شومان دلوقتي اكتر. فكانت دي حاجه قلت الحمد لله. انا قريت كده يا باشا والله طبعا، لان انا بحب اعمل. انا ادوار الشريره صعبه على فكره. مش سهله ادوار الشريره، صعبه جدا. ايوه، لانه عايزه اقول لكم هو داخل عليا لا هو غير خالص لما بنشوف. انت شكلك ملامحك عكس ما بنشوفها على الشاشه. مظبوط. هاديه وفيها خجل كده ومختلفه، بس هو ده الفنان، المغامره نفسها بالظبط. فانا بحس انه دايما دور الشر بيبقى دور صعب قوي، ازاي تعمل دور شر والجمهور يحبك انت مش يكرهك. أيوة. فانا صح. فبحب اعمله. أي زي ما كنا بنحب عادل ادهم بالظبط كده، والمليجي بالظبط، الشرارين اللي بنحبهم بس بحبه كممثل. اشرار بس بنحبهم بالظبط. فلما بدانا بقى اول يوم تصوير ادركت ان احنا قدام عمل. طبعا انا مش هكذب، قبل ما ندخل العمل كنت عادي رايح امثل. اول يوم تصوير ادركت ان انا قدام عمل. دخلت بقى للديكور. طب ما تيجي نرجع، تعالوا يا شباب نشوف حاجه كده لجودر ونرجع نكمل. يلا كنا. يلا نرجع طبعا للخيال مع جودر طبعا. من جمال جودر طبعا. نشوف جودر.
عندنا اصحاب اساعدون وضهرنا في ظهر بعض. وانا ياما نجتك من بلاوي. صح صح، بس انا المره دي مش جايلك في صحوبيه، انا جايلك في شغل والمشروطه محطوطه. وده عربون الشغل الجديد. هو في انت طالع ملاحح على المركب بتاع الجودر صح؟ ما انا قايلك من الاول. هو في ايه؟ ما تلخص يا شومان. وفي غاز راس جودر ترجع من رحلتك راس جودر تبقى معاك في كيس، ولو خفت تعفن ملاحة. هي وصلت للأكل؟ ناري مش هتطفي غير لما تكون راس جودر من إيديا. خليك فاكر يا صاحبي. زي ما المشهد ده، ده طبعا من مشاهد بص شكلك كمان كان مختلف تماما. بالظبط بالظبط. يعني تماما. كلمني كده المشهد ده تحديدا، دي مش من أوائل المشاهد اللي عملتها. لا كان متأخر شوية. كان متأخر. أول يوم تصوير بقى في الأجواء. ما هو انبهرت بقى. بالظبط طبعا. اول يوم تصوير ادركت ان احنا قدام عمل مختلف تماما. كده كده انا بشتغل على كل دور وبذاكره، بس ساعات لما بتروح بتحس ان لا انت عايز تذاكر تاني. فحسيت ساعتها ان انا لا انا لازم اذاكر تاني ولازم ابقى مركز اكتر. هو ارجع تعالى يا عم شومان تاني. بالظبط. ان العمل ده زاكر. العمل ده مش بس الوقت، مش الوقت العرض بتاعه بس. ايوه يعني هيكمل طبعا طبعا، وهيبقى حاجه ليك انت. بالمناسبه اللي معايا في المشهد ده استاذ تيمور، تيمور مدير التصوير. ايوه ايوه. حد كان قال لي الحكايه دي. بالظبط. وفي بقى ميزه في الشغلانه هنا، اسلام خير المخرج بجد كان مهتم بالتمثيل، ودي حاجه لازم اتكلم فيها. ايوه. لما يبقى في عمل كبير قوي كده، ديكور ضخم، مجاميع كتيره قوي، انتاج بجد كان ضخم جدا، انه بقى في وسط كل ده بجد مهتم بالممثل بشكل غير طبيعي. هو في مخرج ما بيهتمش بالتمثيل؟ لا لا ما اقصدش. اقصد انه ممكن. لا قول. لا لو كل لا اكيد اكيد معظم رمضان. لا بس لسه رمضان الجاي. لا معظم المخرجين اكيد بيهتموا بالتمثيل. بس ممكن في اجواء الدوشه والديكورات والمجاميع اهتمامك يقل شويه. لا 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 لا. ولو الممثل اللي هو واخد الزاويه الصح يكمل، يكمل من غير ما يوجهه. استاذ اسلام خيري لا دقيق. خلصنا خلاص كل حاجه يقول ما اسمعش صوت. جه وقت الاساتذه بقى. ويقعد معانا جمله جمله ويعيد، ما عندوش مشكله نعيد 10 مرات، المهم نطلع باحسن جوده موجوده. فبصراحه انا بالنسبه لي المسلسل ده انا بحبه جدا، وبحب نفسي اني اشتغلت فيه.